تمشي آياته هو استثمار ملايين الدولارات التي يجنيها من النفط في شراء الأسلحة وتجويع شعبه وإثارة العراقيل في وجه كل مبادرات التي طرحها المغرب لضي هذه الصفقة. بمناسبة هذه المدينة ومناسبة الخروج ديالكم باش تقولوا في الدور عن الخطوة وعن الأهداف وعن الأحلام حتى اللي كيبغيونا غادي نقول لهم عن غابة عن حالة إن بحرية المجتمع المدني وأطياف السياسية والنقرارية والجمعوية المشاركة في مسيرة السلمية 2013 بمدينة بنغير عاصمة بحرية مدينة بنغير عاصمة مدينة بنغير دار الخصوص حاضرة بمناسبة الذكرى 130 للمسيرة الخضراء والمنعقدة شتى شهار ملحمة ملحمة المسيرة درس لكل الأجيال ملحمة المسيرة ورحلة استخبارها للظروف الإقليمية والدولية التي تمر منها قضيتنا الوطنية الأولى وما تتطلبه من واجبات تحريرات شاملة لمواجهة وحدة خصوم وحدتنا الترابية وضحية منا بأهمية العمل المدني المواكب لمجهودات الدولة من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل فإن عشرات الآلاف من المشاركين في هذه المسيرة التاريخية يعلنون لنحي العام الوطني والدولي ما يلي أولا إدارة من التوصيات العدوانية لرئيس الجزائر مصرها والداعية لتوزيع مهمة للأرزاق في الصحراء لتشمل حسب زعمه مراقبة حقوق الإنسان في صلاحي الحبيبة والذي يعدها أول منتهي وحامل حق في حق الشعب الجزائري الشقيق وفي حق المغاربة المحتجزين في تندور. ثانيا إعلانهم حالق للاستنفار والتابعة الدائمة وراء جلالة الملك محمد السادس جلالة الملك نصر الله قائد بلاد وضامن وحدتها من أجل مواجهة الأطماع العسكرية الجزائرية التوسعية البائدة وإبعادها وقت المفاوضات معهم ومع أجنبهم واتخاذ إجراءات أكثر حزما مع دولة لا تقيم وزنا لحسن النوايا ولا لحسن الجوار. وإلا كان مطلقة مسجلة 63 وإلا كان مطلقة نسار بانا ونسار الأولى ونسار الثانية كان غالبا معبئين ومجهودين باش يردوها لها الأطماع. المجتمع الدولي بتدخل عاجل من اجل فك الحصار عن اخواننا المحتجزين في مخيمات العرب في تندوف واكرام سماحهم ووقف المفاجاه بمآسيهم. رابعا تحيتي العاليه لكل المبادرات المسانده لوحدتنا الترابيه داخل المغرب وخارجه وتشجيع عودة المقرر بهم
هوي المستهى لما فيه خير جلاه جميع مغاربة وهاشت جماهير حنا وهاشت شراب وشباب حنا عاشت وحدة الأقدام عاشت جلال الملك الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحت قيادة الملك محمد الثالث نصره الله مستلهما العبر والدروس من ذاكرة حية لم تموت مدينة هدفها التنمية المستدامة المنضبطة من خلال انخراط الفاعل لملك وشعب في أوراق استكمال دولة المؤسسات دولة حداثية معاصرة لها مكانتها في محيطها الإقليمي الدولي والقومي. دولة جعلت من التنمية البشرية مرتكزا أساسا لبناء اقتصاد قوي يراعي تحرير الطاقات والتوازنات الاجتماعية والبيئية. نؤكد من خلال كل هذا أننا كمنتخبين نستلزم العبارة من التوجيهات السامية لمولانا أمير المؤمنين ونحس بثقل المسؤولية في ضرورة تفعيل سياسات القرب وخدمة مصالح المواطنين والعمل في تناغم وانتقائية مع جميع الشركاء لتنمية المجال الترابي الذي نسهر على تدبيره متمنين من الله العلي القدير أن نكون عند حسن ظن جلالة الملك. ولا تفوتني الفرصة هنا أن أتوجه بتحية تقدير واحترام لجميع الفعاليات المشاركة في تخريج هذا الحدث الذي نريده مدرسة خالدة تنهل منها كل الأجيال ويتشبعون من خلالها بقيم ومبادئ الوطنية الحقة. زادنا الوحيد التصدي لجميع الاطماع التنميه ثم التنميه في اطار جهويه متقدمه وحكم ذاتي لاقاليمنا الجنوبيه يسمح لكل ساكنه المشاركه في تغيير المجال تحت السياده الوطنيه. وختاما يطيب لي باسمي شخصيا ونيابه عن جميع مكونات المجلس الحاضر لملك بنغريف أن أتقدم بأخلص عبارات الولاء والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله راجيا من العلي الله العلي القدير أن يقر عينيه بولي عهده الأمير مولاي الحسن وأن يشد عرضه بشقيقه الأمير مولاي رشيد وأن يحفظه في كافة أفراد أسرته العلوية المجيدة إنه سميع مجيد وجيب بالإجابة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور الكرام، ونحن نخلد اليوم هذه الذكرى الغالية لا بد من استحضار تضحيات الجسام التي قدمها المغرب في مواجهة الاحتلال الأجنبي الذي جثم بثقله على التراب الوطني قرابة نصف قرن وقسم البلاد إلى مناطق نفوذ موزعة بين الحماية الفرنسية من وسط المغرب والحماية الإسبانية من شماله وجنوبه فيما خضعت منطقة طنجة لنظام دولي ما جعل مهمة تحرير التراب الوطني صعبة وعسيرة بدل العرش والشعب في سبيلها. تضحيات رائعة في غمرة كفاح من وطن متواصل الحلقات طويل النفس متعدد الأشكال والصور لتحرير الحرية والاستغلال لتحقيق الحرية والاستقلال والوحدة إلى أن تحقق الهدف المنشور بعودة الشرعية ورجوع بطل التحرير جلالة المقبولة محمد الخامس والأسرة الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن 16 شهور إلى 1955 كل اللقاء الكلي ولم يكن انتهاء هذه الحماية إلى جنية بمنحة الجهاد الاستراتيجي المغربي الجديد
الذي كان من أولى قضاياه تحرير ما تبقى من فرار المملكة من غير الاحتلال. وفي هذا المضمار كان انطلاق جيش التحرير لجنوب سنة 1956 لاستكمال الاستقلال في باقي الأجزاء المحتلة من الفرار الوطني. واستمرت مسيرة التحرير بقيادة جلالة المعقول محمد الخامس بعزم قوي وإرادة صارمة لتحقق استرجاع المجد نام ينهى القرآن وأنعمه.